مثل ما فهمتك، بتخلوا عيونكم مفتحة، ما بدي أي غلط. أنتم مخولين لأي شيء زلزل الأمر. شو معلم؟ عتمت الدنيا وما اجينا منه خبر. وأنا مع أبو علي، صار لازم نتحرك. علي بقول أنت خليك ها، نحن بنفوت بنخلص القصة وبتلحقنا عن ضيف. لا ما بيمشي الحال، بنفوت مع بعض باسم أبو وبمعرفة المعلم. إيه أبي بس المشكلة إنه خلص أبني، ما بيمشي الحال قلت لك، خلصنا. الو، اهل اول ما تركوا شي ما قالوا. قلت لك انتصح مني، بس كانت النصيحه بجبل. غلطت غلطه عمرك، بس هي حسابها بعدين. انت منيحة؟ ها؟ صار لك شيء؟ طمني. وربي الحق علي، انا كان لازم اخذك لو غصب عنك واحميكي. وها بقى تتركني. شو اتركك؟ وربي مالي تاركك لتطلع روحي من صدري. بحبك. معلم، صار لازم نمشي بسرعة. معقول؟ مو هي المذيعة؟ هي يسعد لي المساء يا ست الكل. يسعد لي مساك، الحمد لله على السلامة. ربي يسلمك. مساء الخير. مساء الخيرات. يا أبو علي، تعال جاي. تخطف رجلك لعند أبو عيسى والمختار وبتجيبهم معك. يلا. شرفي. وهي كل القصة يا جماعة، يعني الشغلة فيها حياة وموت.
مشان هيك انا جماعتكم ما بدي اياكم تسمعوا القصة من برا. المخلوقة هي دايسة بساطي، يعني بالعربي المشبرح، سمعتها من سمعت كل حدا ببيتي. بارك الله فيك يا جبي. لك قليلي هالبلد قديش في ناس مظلومين عم ينظلموا كل يوم. وانت شو رأيك يا ام جبيل؟ جبل، تربية سلطان وتربيتي، وطالما هو هيك شايف خلص نحن ما بنطلع عن الأصول. ما حدا غير هيك. بس بس شو يا مختار، هي شغلة ما فيها بسبسة. جبل بليز، يا ريت تلاقي طريقة تانية. أنا ما بدي أعملكم وجعة راس، يعني ما في وجع راس يا بنت الناس. شو عم تحكي أنت؟ وقفي الله يرضى عليكي، وقفي. هي قدام الله وقدامكم المخلوقة صارت تحت عبايتي، يعني من بعد حماية الله صارت بحمايتي. نحن هون أهلا وناسا، اللي بيصير عليها بيصير علينا، لا عاطلة بتصيبها ولا كلمة بتجرحها. مشكلتها رح تنحل وهي شغلتي، ولما بيروح الخطر إلا الله راد ساعتها كيفها. حبت تمشي بنأمن عليها، والحبت تبقى منشيلها بعيوننا. هاي اوضتك؟ ومن اليوم صارت اوضتك. وانت وين رح تنام؟ برا بالجنينة. صحيح برد حبتين، بس الله بعيني رح سمك لبس. اسألك شو هي ما اسألك؟ اوعك اوعك تقولي لي هيك قدام العالم. سوري ما قصدت، بوعدك انتبه مرة تانية. ما تحكي لي الهم، معك بتتعودي. ليش قدي رح ابقى هون؟ قد ما بدك. بدي قدي قد ما بدك. طب خلينا نحكي بالقصة هي بعدين. ها نحسين، نحن الاثنين تعبانين، قليل اللي صار اليوم؟ لا والله مش قليل اللي صار اليوم، ولا قليل شو عملت كرمالي. مش عم صدق انه بعد في حدا مثلك، ولا عم صدق قديه حظي حلو. كيف هالصدفة لعبت بشكل حياتي وخلتني اعرفك واحبك. طب ليكي امشي احسن ما وننفضح بقى وتصير سيرتنا على كل لسان. خليني امشي احسن وانصحك تمشي. طيب قبل ما امشي اعطيني هالعبايه. رح نيم فيها الليله. بني بنوي على خير.